اول حد قال لك ان ملامحك تبدو فرعونيه وتبدو مصريه قديمه؟ استاذ شادي الله يرحمه، شادي عبد السلام. صحيح كان هيعمل لك فيلم اسمه عن نفرتيتي. انا اخناتون هو كان بيعمل اخناتون، كان بيعمل اخناتون فكان المفروض ان انا هعمل مع نفرتيتي. ولما قال لك ده شادي عبد السلام كنت صغيره؟ كنت لسه وقت ثانويه عامه. شافك فين شادي عبد السلام عشان يحكي لك الحكايه دي؟ كنا في المسرح القومي، كنت في اولى معهد، وكان مطلوب مننا نعمل بحث عن مسرحيه ست الملك، كان كاتبها استاذنا الله يرحمه الدكتور فوزي فهمي. كنت عاملاها الاستاذه سميحه ايوب والاستاذ نور الشريف، وكانت مسرحيه كبيره وكان لازم نعمل عليها بحث. وكانوا احنا طلبه المعهد بيدونا اخر ثلاث كراسي في المسرح القومي عشان نخش ببلاش، فدخلنا علشان نعمل نتفرج ونكتب البحث، بس انا نمت، كنت تعبانه قوي فنمت في البريك، فقمنا وقفنا بره كده قلت اشرب شاي علشان اصحى شويه، فلقيت حد راجل كده زي القمر كده جاي بيقول لي انسه تحبي تمثلي، وما كانش يعرف ان انا طالبه في المعهد. احب امثل جدا يعني. قلت له ده كان الاستاذ صلاح مرعي، وكان الاستاذ شادي بيتفرج على المسرحيه بس كانوا قاعدين هم بقى في بنوار وحاجات جامده كده، فقال لي طب تعالي عايزك تقابلي، عارفه شادي عبد السلام؟ قلت له لا. قال لي طب تعالي، فرحت كده لقيته حاطط البلطو، كنا في الشتاء، حاطط البلطو على كتفه كده، وراجل مهيب كده في هيبه وقمر كده. فقال لي، قلت له انا طالبه في المعهد، فاتبسط قوي. قال لي طب تعالي لي بكره استوديو نحاس، وكان مدير الاستوديو. رحت بقى وبدانا الرحله يعني، بس الله يرحمه مات قبل ما يتعمل الفيلم. هل في نيه لاي حد انه يعيد الفيلم يقدم، ولا ما فيش زي شادي عبد السلام؟ هو كان له لمسه خاصه ورؤيه خاصه مع ان السيناريو كامل على فكره، سيناريو الفيلم كامل، حاجه ضخمه جدا قد كده، بس ما فيش حد هيعرف يعمله زيه هو بروحه هو يعني.